وللحديث أكثر فيما يخص تطورات الأزمة في كركوك ينضم إلينا من ولاية ديلاوير الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد شمايرر، كما وينضم إلينا من أربيل العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري. لاحقا أيضا أنوه سينضم إلينا من كركوك رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي. ضيوفي أرحب بكم. أبدأ معك سيد برواري وأسألك، ما هو توقيت استعادة الحزب الديمقراطي لمقره الآن، ومن هي الجهات المعترضة على ذلك؟ نعم، تحية لك، تحية لضيفك العزيز وللأخوات الأخوة المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة أنا أسأل منذ أسبوع حول هذا السؤال بالذات، وكأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الذي تحرك وهو الذي تسبب في الأزمة. للأسف الشديد الموضوع ليس كذلك. الحزب الديمقراطي الكردستاني جالس لم يقم بأي شيء ما عدا تذكير حلفائه في تحالف بناء الدولة بالمادة التي تم تضمينها في الاتفاق السياسي الذي أدى إلى تشكيل حكومة السيد السوداني. هناك فقرة تقول إن من حق، تعرفين أحداث 2017 خلقت جو غير طبيعي في المناطق، يعني لا كركوك فقط، كثير من المناطق. لذلك واحدة من النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الأحزاب التي شكلت التحالف الذي أدى إلى تشكيل حكومة السوداني، نص على أنه السماح للأحزاب الكردستانية بأن تمارس نشاطها كأحزاب مجازة في المناطق كركوك وإلى آخره. لذلك هذا ليس تحركا آنيا أو الآن لكي نقول لماذا التوقيت ولماذا كذا، فقط هذا الحزب ينتظر منذ أكثر من أعتقد نصف سنة، يعني 8 أشهر، أن تفي الأحزاب أو تفي الحكومة التي تمخضت عن هذا الاتفاق بوعدها. الموضوع ليس محصورا في بناية، يعني طب لماذا بدأ التنفيذ في الآن؟ في 2021 خاض الحزب الديمقراطي، يعني اسالي رئيس الوزراء، لا تسالي الحزب الديمقراطي الكردستاني. رئيس الوزراء بدا، يعني لماذا لا يبدا؟ انا لا اتصور، يعني شنو المانع؟ الموضوع مو هذا، الموضوع هذا الموقف الخارج عن القانون الذي تتخذه جماعات مدعومه من عناصر مسلحه ولاءها ليس للعراق بكل صراحه، وهي تقف امام تنفيذ قرار صادر من قائد العام للقوات المسلحه. تعرفين دستوريا وقانونيا القائد العام للقوات المسلحة له الحق في أي وقت في أن يأمر بنقل وحدة عسكرية من جهة إلى أخرى، هذا من الناحية القانونية بغض النظر من أين يتم نقلها أو إلى غيرها. لم يكن هناك داعي أبدا لقطع الطريق بين محافظتين. ما حدث وتسبب في استشهاد شباب مجرد لأنهم طالبوا بأن يتم فتح الطريق، يعني لم يعد الموضوع موضوع المقر الحزب الديمقراطي الكردستاني. الطريق بين بغداد وأربيل تم قطعه من قبل هذه الجماعات التي نصبت خيام أمام الموقع. هؤلاء الشباب، هناك مرضى، هناك طلبة، هناك كذا، طالبوا بطريقة سلمية بأن يتم فتح الطريق، وتم يعني إطلاق النار عليهم. هذا هو الذي يعني لنقول الأزمة بدأت هنا باستشهاد أناس بدون أن يكون لهم أي علاقة لا بالديمقراطي ولا بالمعترضين. طيب. المعترضون في الحقيقة، يعني شوفي أختي، أنا استمعت إلى تقاريركم، إذا تسمحي لي فقط نصف دقيقة. أنا قضيت طفولتي في كركوك، صدقيني لم نكن نعرف من كردي ومن هو تركماني ومن هو أشوري إلا بالاسم. الآن أيضا أنا متأكد أبناء كركوك هم، يعني هناك تزاوج بينهم، هناك مصالح اقتصادية. الأحزاب السياسية وبالذات أحزاب جاءت من خارج كركوك وقوى مسلحة جاءت من خارج كركوك هي التي تخلق مثل هذا الجو. شوفي العشائر الكردية والعربية. سيد برواري، دعني أخذ وجهة الرأي الأخرى، آسفة على المقاطعة، دعني أنتقل إلى السيد أرشد إذا ما كان جاهز. فضلي. معي جاهز معي سيد أرشد؟ إذن ينضم. نعم. إلينا الآن السيد أرشد الصالحي من كركوك رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي، أرحب بك. إذن
يعني أسألك سؤالي الأول سيد أرشد، وكيف تقيم ما حدث مؤخرا في كركوك، وما هو سبب التخوف التركماني وحتى العربي من استعادة الديمقراطي لمقراته الحزبية، في حال لم تستمع إلى السيد برواري قال بأنه هذا السؤال الإجابة عليه طبيعية وبسيطة، وليس المشكلة في التوقيت وإنما هي مادة كان متفق عليها ضمن الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة الحالية. تفضل. شكرا جزيلا لكم ولضيوفك الأكارم. يعني أنا سأتحدث عن الأمر الآخر المهم التي هي فيها توازن إقليمي ودولي بعد أن أجيب على سؤالكم هذا، لأن القضية بها بعد إقليمي وبعد دولي. القضية اللي صار أنه قرار إخلاء مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني جاء على لسان السيد رئيس الوزراء، والأكثرية من القومية العربية اعترضوا على هذا الأمر بسبب أن هذا المكان قد استخدم فيه التعذيب والقتل، هذا ما قاله بعض المعتصمين من القومية العربية. بالنسبة لنا كممثلين تركمان، نحن نقول بأن الإدارة الكردية من 2003 ولغاية 2017 كانت إدارة سيئة، الحزبين كانوا سيئين في إدارتهم لكركوك باعتبار أنه حصل حوادث كثيرة من الخطف والاغتيالات السياسية والاعتداءات المتكررة، وسيطرت الحزبين وأجهزتهم الأمنية على كل مفاصل كركوك وقتها. ولكن وصلنا إلى عام 2017 اللي حصل بها الاستفتاء. لكن في هذا الوقت نحن لا ننكر كان هنالك أيضا تعاون تركماني عربي كردي بظل مقاومة داعش، وقدم البيشمركة ضحايا، قدم التركمان ضحايا، قدم العشائر العربية ضحايا، جميعنا وقفنا ضد داعش. ولكن للأسف سوء الإدارة الإدارية والأمنية في كركوك وصولا إلى قضية الاستفتاء جعلنا نتخوف من العودة لعقارب الساعة إلى الوراء. نحن بعد 2017 لم نجد حادث اغتيال سياسي أو خطف سياسي أو خطف فدية، قلت الجرائم والخطف كثيرا. نحن كان عتبنا على الحزبين لم يكن على الحزب الديمقراطي الكردستاني بس فقط. بالتالي بحسب الرأي الكردي بعد انسحاب البيشمركة حلت فصائل مسلحة أيضا تقوم بمثل هذا النوع من الأعمال بحسب الرواية الكردية. طبعا يعني أنا لن أكون مدافعا عن جماعة مسلحة، بالإمكان عرض القضايا التي حصلت، الجرائم التي حصلت. يعني أنا عندما أتحدث بوقائع وبحوادث، مثلا تم قتل مواطنين كرد، كان مدير غاز نفط الشمال في كركوك وكان منتسب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، قتل اغتيل بدم بارد، والأخوة في القيادات الديمقراطي الكردستاني علموا من القاتل لكنهم غطوا عليهم. بصراحة أقول هذا الكلام. بالنسبة للعرب حصل اغتيالات قيادات عربية كثيرة، بالنسبة لنا حصل اغتيال رئيس مجلس مدينة كركوك ورئيس الدائرة الانتخابية بالجبهة التركمانية اغتيل بدم بارد، ضباط أمن، ضباط يعني مسؤولين كبار، مدير مكتبي. كل هذه الأمور للأسف حصلت قبل 2017، فلذلك احنا كان عندنا عتب على الحزبين. بعد 2017 بعد فرض القانون الدولة أخذ من هذا المكان مقرا لقيادة العمليات المشتركة، ولكن هذا لا يمنع من عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لممارسة مهامه السياسية والانتخابية والتنظيمية استعدادا للانتخابات القادمة. يعني إذن هي المشكلة فقط في هذا المقر تحديدا، يعني لا يوجد اعتراض من قبل التركمان والعرب على باقي المقرات، فقط هذا المقر؟ لا 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 أبدا أبدا،
نحن قلنا منذ أول يوم كقيادات تركمانية، قلنا بأننا قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها منذ أول يوم قبل الاعتصام بيوم واحد بياننا واضح أنه طالما هنالك اختلاف في وجهات النظر بيننا وبين إدارة كركوك والديمقراط الكردستاني، قلنا علينا أن نحتكم إلى القضاء. عائدية الأرض لمن؟ لشركة نفط الشمال، لوزارة المالية، للأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني. القضاء في كركوك ماذا يقرر نحن نقبل به. هذه كان رؤية التركمان في أول يوم الاعتصام. لكن الذي حصل، هنالك حزب، هنالك مقرات للديمقراطي الكردستاني داخل كركوك وقريبا إلى ساحة العمال وفي مركز المدينة، ومركز كبير جدا سبق وإن كان تستخدم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. كان المفروض بدل أن تثار القضية وتسفك دماء الشباب من أجل البناية، كان المفروض على الإخوة بقيادة الديمقراطي الكردستاني أن يأتوا إلى مكانهم، موقعهم القديم وهو موقع أيضا تابع للدولة، كان بالإمكان مع العلم مؤهل وبها حراس من الديمقراطي الكردستاني منذ سنة جالسين فيها. نعم. وتم صرف 200 مليون دينار من قبل إدارة كركوك لهذا البناء، يعني هذا البناء كان جاهز. بدل من أن ندخل إلى متاهة بهذا الخصوص، كان من المفروض أن يتم حل القضية بعقلانية وبهدوء. واضح. لكنني شخصيا طيب. أرى أن القضية هي ليست بناية. دعني أخذ وجهة النظر الأمريكية. أيضا معنا السيد شميرر. سيد شميرر، أعتذر لأنه طال الوقت عليك. ما حدث في كركوك برأيك هل يقلق الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، من دون شك الأمر مهم بالنسبة للأمريكيين. أمريكا تريد أن تحل النزاعات بطريقة سلمية وفق الدستور في العراق. منذ أنا كنت في العراق، نحن شجعنا العراقيين على استعمال المادة 140 من الدستور لحل هذه النزاعات، وقد نجح ذلك في بعض الحالات ولم يحصل ذلك في حالات أخرى. نحن نأسف لأعمال العنف، ربما هناك مجموعات صغيرة من المتطرفين قاموا بهذه الأعمال، ولكن بعد ذلك ندد الأحزاب بهذه الأعمال وطالبوا بالحل السلمي، وهذا ما تدعمه أمريكا. أعتقد أن أمريكا يمكن أن تكون شريك يساعد في حل هذه الأزمة. كيف تستطيع أن تدخل الولايات المتحدة كوسيط لحلحلة هذه الأزمة بأي شكل من الأشكال؟ لدينا سفيرة جيدة جدا، السيدة رومانوفسكي، وكذلك قنصل عام ممتاز في أربيل، وبالتالي لدينا دبلوماسيين لديهم أعتقد القدرة والنية الطيبة للتكلم مع جميع الفرقاء والتأكد من أن هذه النزاعات تحل سياسيا وسلميا. طبعا أيضا هذا إن أراد المعنيون أن تتدخل أمريكا بطريقة وساطة. إذا ما استمر هذا النوع من التخبطات والقلق الأمني في كركوك، برأيك هل سيستمر الدعم العسكري الأمريكي لكل من الجيش الاتحادي أو حتى قوات البيشمركة؟ حتى الآن لا الجيش العراقي ولا البيشمركة متورطون في هذه الأحداث. هناك سوء تفاهم لو فهمت الأمور بطريقة ملائمة. أعتقد أن هناك تطور سياسي. رئيس الوزراء السوداني كان يساعد بدفع الحوار السياسي إلى الأمام لإيجاد حل لمسألة كركوك. ونعرف أيضا الآن أن الأمور أصبحت واضحة، لا هنا لا تدخل لا للبيشمركة ولا للجيش العراقي، وبالتالي الأساس هو العودة إلى الحوار السياسي، وهذا ما سيحصل برأيي. ولكن ألا يوجد تخوف أمريكي من تطور الأحداث لا سمح الله في المستقبل؟
نعم هذا ممكن، ولكن منذ وقعت حوادث العنف ولم تكن متوقعة وكل الفرقاء لم يكونوا جاهزين لمواجهة هكذا أفعال، ولكن منذ ذاك الحين كل الأطراف تكلموا عن التعلق بحل سلمي للأزمة، وهذا ما ترحب به أمريكا وهي مستعدة للمساعدة إن بدا ذلك ضروريا. حتى الآن يبدو أن كل الفرقاء التزموا بإيجاد حل سلمي وهذا ما تدعمه أمريكا. نعم سيد برواري، أعود معك وأسألك، هل استعادة المقار برأيك يؤشر عودة لقوات البيشمركة؟ أنا أشكرك جدا أستاذ زينة، هذا سؤال ذكي، لأن في التقرير ورد أن بعض الجهات ما أعرف عربية أو تركمانية قالت أننا ضد الرجوع الديمقراطي لأن لا نريد أن يرجع البيشمركة والاتهامات التي تصاغ للبيشمركة. طبعا هذا كلام لا أساس له، الحزب إذا رجع كي راح حزب مجاز يشارك في عملية ديمقراطية بالتأكيد مع ككل الأحزاب العراقية الأخرى. الوضع في العراق الآن هو هذه الخصوصية، يحتاج إلى أن تكون هناك حمايات أن أفراد لا يتجاوزون 10 أو 20 لحماية مقراتهم فقط أو حماية مسؤوليهم في تجوالهم. لا بالتأكيد لهذا. شوفي بالذات هذا الموضوع هو الذي يثير قلقنا، يعني عودة الديمقراطي الكردستاني تربط بمجموعة من المواضيع. أنا أحترم الأستاذ أرشد وهو إنسان سياسي وابن بلدي، يعني أنا قبل ما يجي قلت لك أنا قضيت طفولتي في كركوك، ولكن والله العظيم يعني الأحداث كلها حدثت قبل 6 سنوات 7 سنوات. أستاذ أرشد يعرف أحسن مني، عندما كانت الأمور طبيعية في كركوك كان المحافظ كرديا صحيح لكن معاونه عربي، كان رئيس مجلس المحافظة تركمانيا، كانت القائمة الحاكمة تضم تركمان وعرب بقيادة طبعا حزب الديمقراطية، كانت كل المديريات العامة أستاذ أرشاد موزعة فيها تركمان وعرب وغيرها. الآن كيف الحال؟ الآن يؤتى بغرباء، الآن تأتي جماعات لا تدري من أين تهجم على، شوف ما يحدث في 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 الرشاد وحتى القرى التركمانية، يأتون ناس غرباء بحماية جماعات مسلحة ويطردون الفلاحين ويمنعونهم من حصد. شوف التصفية التي حدثت في المديريات، كل يوم نسمع 3 أو 4 مسؤولين كرد تركمان يتم إزاحتهم، لم تبقى هناك. كيف يمكن لنا أن نقارن هذا الوضع بالسابق؟ الشيء الآخر صدقني، يعني صدقيني أستاذ زينة والإخوان، قبل 2000 يعني قبل 2014 كانت كركوك تقاس من ناحية أمنها استقرارها بمحافظات كردستان في الوقت الذي كانت المحافظات العراقية تغلي والقتل والقتل على الهوية. كانت كركوك، أنا لا أدافع عن الإدارة، نحن لدينا ملاحظات كثيرة على سوء الإدارة الذي حدث في كركوك، ربما كان يجب أن يتم هناك انفتاح أكثر، ولكن أكرر مرة أخرى كابن كركوك صدقين التركمان والمسيحيين والعرب والكرد ما عندهم أي مشكلة مع بعض. طيب. الآن عملية تشيع واضحة بين التركمان، لاحظي في الانتخابات السابقة الأستاذ أرشد يمثل أكبر تنظيم تركماني فازوا بمقعد واحد، أتوا بناس ودعموا ناس لأنه تركمان شيعة حصل أعطوهم مقاعد، هذه مسائل خطرة تحدث في كركوك. خليني وهذا هو اللي في الحقيقة يخشى أبناء كركوك. نعم سيد أرشد أعود معك وأسألك، إذن يعني حتى نتجنب كل هذه الأمور والحوادث والقلق في كركوك، هناك من يدعي إلى تطبيق المدى 40% من الدستور لوضع الأسس السلمية لكركوك كل مناطق المتنازع عليها، كتركمان وعرب أنتم مع إعادة تفعيل هذه المادة؟ يعني أشاطر الرأي في بعض الفقرات بالنسبة لزميلي السيد عبد السلام، ولكن أيضا لم نكن نحن مشاركين في الملف الأمني، الملف الأمني كان بيد الكرد بالدرجة الأولى، جزء بسيط كان لدينا، ولكن مع ذلك نعم رئيس المجلس كان تركماني. أما اليوم الإدارة مختلفة لأنها مؤقتة، ولذلك نحن نريد أن يتحقق الانتخابات. ولكن
بالنسبة للمادة 140، المادة 140 مادة دستورية، ولكنها فشلت في إيجاد الحلول لقضية كركوك. ومنذ عدة سنوات لدينا اجتماع مع الأمم المتحدة، نحن بهذا الخصوص أردنا أن نطبق المادة 140 ولكننا فشلنا فيها. أما قضية أزمة كركوك، أنا باعتقادي أزمة إقليمية. أنا شخصيا أرى بأن ما يحصل اليوم في شمال شرق سوريا من تعاون القسد مع العشائر العربية السنية في دير الزور، وكذلك ما يحصل اليوم من تطورات في مناطقنا وتهديدات داعش، هذه جزء كبير ممكن تكون لعبة إقليمية تكون كركوك ضحيتها. وسببها تواجد حزب العمال الكردستاني. من المستفيد لعبة إقليمية؟ من هي الدولة المستفيدة سيد أرشاد؟ وتمزيق العلم العراقي. نعم، من هي الدولة المستفيدة بما أنه من هي الدولة المستفيدة؟ أنت أشرت إلى أنه الموضوع هو خطة إقليمية، من هي الدولة المستفيدة؟ راح أجي. أنا قلت الممارسة الموجودة اليوم في شمال شرق سوريا بين قسد والداعش في من ناحية، وما تهديد داعش من ناحية أخرى بالنسبة لنا في كركوك، وكذلك نقطتين مهمتين للأسف أقول هذا الكلام، انتشار حزب العمال الكردستاني أطراف كركوك من جهة السليمانية أربكت الوضع لدينا. يعني يوم أمس عندما تم تمزيق العلم العراقي ما كان كرد كركوك المتظاهرين في منطقة الشورجة، أكراد كركوك مو هم الذين مزقوا العلم العراقي، وإنما ناس غرباء أتوا من خارج كركوك وبدأوا يمارسون زعزعة الأمن. في نفس الوقت تواجد هذه المجامع ويقابلها مجاميع إيرانية مسلحة في طرف أربيل، كل هذه تؤثر على الأزمة في المنطقة. الحوار ولغة الهدوء والقرارات التي تؤخذ ليس من جانب القوى الشيعية والسنية في بغداد، لا يحق لا للشيعة ولا السنة أن يقرروا مصير كركوك بناء على اتفاقيات سياسية فيما بينهم. هذا الأمر يعود لنا، يعود إلى ممثلي كركوك. نحن نجلس ونتفق ونعطي الزبدة إلى أربيل وإلى بغداد. أما إذا فرضت علينا الحلول من أربيل وإذا فرضت علينا الحلول من بغداد، سوف نفشل في إيجاد الحل لمحافظة كركوك. طيب أعود إلى السيد شمايرر. سيد شمايرر، كيف تنظر الولايات المتحدة إلى بيان الجانب التركي على خلفية الأحداث الأخيرة في كركوك؟ نعم، أمريكا علقت على أعمال العنف وقالت إنه من المهم أن يعود العراقيون إلى الحوار السياسي بدل العودة إلى العنف. وأعتقد أن الزميل من كركوك قال إن الحل يجب أن يأتي من سكان كركوك، هذه هي المقاربة الملائمة. ولكن كما قال أيضا الزملاء، هناك بعض المخربين الذين جاءوا من الخارج وافتعلوا بعض هذه المشاكل، لابد من إبعادهم، ولابد من أن يقوم سكان كركوك وفق الدستور والقوانين العراقية، لابد لهم أن يعملوا على إيجاد حل سياسي. ولكن هل تعتقد بالفعل أن ما حدث له أياد إقليمية؟ نعم، أعتقد أن هناك دول لديها مصلحة في التأثير على الديناميكيات الداخلية العراقية. هناك إيران وهناك تركيا وكذلك سوريا. أعتقد أنه من المهم لهذه الدول أن لا تتدخل
في الديناميكيات الداخلية للعراق. على العراقيين أن يتخذوا القرارات المتعلقة بحل النزاعات بينهم لدفع البلاد إلى الأمام. طبعا أمريكا تدعم هذا الموقف. ممتنة كثيرا لكل ضيوفي الكرام على مشاركتهم معي هذا الحوار من ولاية دلاور ريتشارد شمايرر، كما وأشكر ضيفي من أربيل السيد عبد السلام برواري، ومن كركوك السيد أرشد الصالحي. شكرا لكم جميعا.